هلو ديرز، النهاردة هنتكلم في فيديو جديد على البيولوجيكال موليكيولز. المرة اللي فاتت اتكلمنا على التست فور ريديوسينج شوجر وقلنا التست فور النون ريديوسينج شوجر. نراجع بسرعة مع بعض. التست فور ريديوسينج شوجر استخدمنا فيه بنديكت، وقلنا الكويستشن ده بيجي out of 3 marks. اول مارك بنكتب ان احنا we will use بنديكت agent، تاني مارك بناخدها لما بنتكلم على الافكت اوف هيت، او تالت مارك هنتكلم على الافكت اور الريزلتس. المفروض الكالر will change from blue to green, yellow, orange or brick red. اتكلمنا كمان على التست فور نون ريديوسينج شوجر وخدنا الستارش وعملنا ايدين تيست، والايدين تيست دوت بيتشينج الكالر من براون اور ريدش براون اور اورنج تو بلو بلاك. الكالر كان واضح جدا في الفيديو اللي فات، بليز تشيك الفيديو اللي فات لو عايز تشوف البراكتيكال ستدي اللي عملناها المره اللي فاتت. النهاردة هنتكلم على التست فور بروتين، one of the other biological molecules. احنا عارفين البروتين والimportance بتاعته، هنتكلم على البارت ده theoretical في فيديو تاني، بس النهاردة بنعمل التست فور the practical part. هنتست البروتين بreagent called biuret reagent. البيوريت reagent لونه blue، والcolor if we have positive results، لو عندنا بروتين في السامبل او الفود سامبل اللي احنا بنستخدمها، الcolor will change from blue to purple or violet or lilac. ال three colors دول accepted في الانسر. عايز تكتب كده fine، عايز تكتب violet okay، عايز تكتب lilac it is perfectly fine. تعالوا نشوف مع بعض البراكتيكال ونشوف التست دوت. بيكون two marks question، لما بيسألني just write how could you test ال sample for protein. تعالوا نشوف البراكتيكال مع بعض. As I told you, we have a sample of biuret reagent, biuret solution. It is a mixture of sodium hydroxide and copper sulfate. And we have the food sample, which is milk. So we know well that we have protein in milk. If I added biuret reagent to milk, I don't know if the color is totally clear in front of you or not, but the color changed to violet or lilac. دلوقتي احنا شفنا ازاي في sample من الميلك ال color changed from blue او pale blue to violet او purple او lilac. التلات الوان دول accepted. اللون اللي يجي في دماغك لل color اللي انت شفته you can write it simply. Thank you so much. Wish you all the best.